السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تاع اليوم، سمحوا لي بزاف لانني طولت عليكم الغيبه بزاف. والله العظيم الى هذا الفيديو مصوره شحال هذا، ولاني ما ساليتش باش انني نحطو لكم، وعارفه راسي دايره معكم لافوت. وشكرا للناس اللي قاعد لي سولات فيا، انا الحمد لله بخير. خليكم مع الفيديو تاع اليوم البنات. دابا غادي نديكم معايا باش غادي نتقداو الحوت اللي غادي يطيب لينا الشيف هشام. شاف فهمتي قلتي على الشاف؟ ويلي شنو هاد الشاف الكورونا عندك؟ يكونوا الجمعة اللحم حلال. انا ملي كنشريو الحوت حتى عنده داك الشيء زوين. لك عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تتم تاع فاش مشينا تقدينا الحوت من سوبر ماركاتو. مهم غادي نوريكم الطريقه كيفاش كيتنقى الكالامار بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ينقيوه. طريقه سهله وكيتنقى مزيان، وكيفاش نطيبوه طبعا كيجي بحال ديال المطاعم مقرمش، وطريقه اللي هي سهله 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 بزاف. كيفاش تنقيه ولا كيفاش تطيبوه ساهل، وكيوجد ديك الساعه وكيصدق معنا بحال ديال المطاعم. المهم بقاو مع الفيديو حتى الاخير. هنايا خديت الكروبات، وهنايا خديت الكالامار. انا هادو هما النوع تاع الحوت اللي كيعجبوني، هما الكروفيت والكالامار. صراحه كاينين بزاف تاع الناس كيعجبهم الكالامار واني ما كيزعموش يشريوه لان ما كيصدقش لهم في الطياب. بزاف تاع الناس ما كيصدقش لهم. نتبعوا هاد الطريقه غادي نجح معاكم. هنا الكالامار داك الصغير، وهنا كالامار كبير. المهم انا غادي نحل معكم هادشي ونقيه وتشوفوا الطريقه سهله بزاف، وبقاو مع الفيديو حتى الاخير. هانتوما البنات، درت بانيو ودرت فيه الماء، غادي نقي هنا حداكم. كنحيدو هاد الجلده الفوقانيه هي الاولى. هادي بالنسبه للكالامار الكبير، يعني التنقيه ديالته ساهله، كيجي زوينه بحال ديال المحلات بحال ديال المطاعم عفوا. كنحاولوا نقيو ليه ديك الجلده كامله. هنايا كنجرو هاد الراس ديالو، هذا هو الراس، كنجرو هكذا كيتحيد بكلشي ليه. غادي نجيبو في الطاسه هنا حدايا باش من بعد غادي نلقي الراس وصافي. هنا كتكون واحد اللعيبه بحال البلاستيكه، شفتوها؟ كنحيدوها هكا، شفتو؟ كتكون بحال بلاستيك. هذه ضروري البنات كتحيدوها. هنايا غادي نحتاج واحد الموس، اولا مقص احسن، باش كنقطعوا ليها هاد لاكودا ديالها، هاد اللعيبه الاخرانيه، باش كيتنقى لينا مزيان مزيان. هذه اهم طريقه في التنقيه ديال الكالامار. هنايا كنشوف واش باقي داك شي حاجه من دوك البلاستيكات، وكنمشيو تحت الروبيني
ياكو، وكنخويو الماء من هنايا باش كيهبط لينا من التحت، باش كيتنقى لينا مزيان مزيان. هذه هي الطريقه ديالو كيفاش كيتنقى، يعني ساهله. انا مازال خصني نحيد هاد الجناوح كيف ما شفتوا، الطريقه ساهله بزاف بزاف. دابا هكا غادي نحطو في واحد البانيو اخر هنا حدايا، ومن بعد تنسالي كل شيء وغادي نحطو تحت الروبيني، وغادي نكب الماء من هنايا او لا من هنا، ومن هنا يستحسن باش يخرج كل شيء من هاد الفتحه الكبيره، وصافي كيتغسل مزيان وكنسقطروه. كنبقى على هاد الطريقه هذه حتى كنسالي الكالامار ديالي كامل. هذا الكالامار الصغير حتى هو نفس الطريقه، كنحيد الراس، وهاد الراس راه ما كيضيعش لان هذا في الاخر كنحيدو هاد الوسخ ديالو من هنا من جهه العينين، وهذا كنشدو كننقيوه بحال هكا بحال هاد الشكل، كنحيدو من جهه العينين كنلوحوها، وهذه كتغسل مزيان وكتنقى. لكم الاختيار، بغيتو تقليوها ملي تكونوا كتقليو في الحوت، انا ما كنقليهاش، كنشدها وكنجمعها وكنديرها في واحد ميكا ديال الفريكو وكنجمعها. نهار كنبغي ندير سباكيتي بالحوت كنجبدهم، كيطلق واحد النسمه في الباستا لذيذه. هادشي انا اللي كندير بهم، ما كنقليهمش. صافي البنات، غنبقى على نفس الطريقه نتوما كيف ما شفتوا، كنحيد ليه الجلده ديالو. هنا هذيك البلاستيكه كنجيو لهنا كنقطعوها بحال هكا باش كنقيوه مزيان. وصافي كيتنقى معانا كيولي نقي، ونبقى بنفس الطريقه حتى نسالي هاد الكميه كامله. المهم انا غنحبس الفيديو باش ما يجيكمش طويل، باش نشاركوا الطياب حتى هو والطريقه كيفاش كنصاوبوا باش كيجي زويون بحال ديال المطاعم ان شاء الله، ويصدق معاكم. يلا بقاو مع الفيديو حتى الاخر. صافي البنات، هنايا بعد ما نقيته ونقيت هاد الريوصه اللي قلت لك غادي نحتفظ بهم، وصافي هنا تنقى مزيان كيف ما قلت لكم البنات. هاد لاكوده هادي ضروري خاصها تنقى، هاد سميتو الاخرانيه ضروري خاصها تنقى لان كيكون مجموع فيها الرمله، الا ما نقيتيهاش كيبقى لك الكالامار ديالك فيها الرمله. كتاخدي كيف ما قلت لك الروبيني كديريه هنايا، ومن تما كيهبط الماء وكيتنقى مزيان مزيان كيولي نقي. صافي انا نخليه باش يتقطر مزيان. ناخدي الثاني بانيو غادي ندير فيه الكروفيت باش غنغسلو. بالنسبه للغسيل ديال الكروفيت فهو ساهل، كنغسلو هكا كنرقدو في الماء، كنعاود نبدل ليه الماء واحد ثلاثه المرات حتى لاربعه حتى كيبقى تيولي هذا الماء هذا نقي، ومن بعد كنسقطرو في واحد الشبيكه. دابا نقي هاد الدنيا. البنات بغيت نشارك معكم هاد السبراي ديال التفاح، خطير خطير، كنستعملو فاش كننقي الحوت، اولا كنستعملو فاش كنبغي نمسح الثلاجه، اولا لا طيبت البيض ولا شي حاجه. المهم كيحيد الزفوريه وكيخلي واحد الريحه واعره. بالنسبه للناس اللي في اوروبا راه متواجد فين ما مشيتي، راه هو لومبالاج كيكون مبدل، ولكن راه تشوفي فيه هكا التفاح واعر خطير، كتمسحي به البلاصه اللي شقيتي فيها ولافابو كلشي كيرد الدنيا واعر. حنا كنطيبو ونشاركو معكم حتى لي برودوي. المهم راك عارفين اي حاجه كانت زوينه كنبغي نشاركها معكم. هنا البنات كيف ما شفتوا راني غسلت هاد الكروفيت مزيان، اللي بغى يحيد لي هاد الراس هذا ديالو حيدو هكا، بغيتو تحيدوه بغيتو تخليوه خليوه. انا الريوصه اللي طاحو حيدتهم، واللي ما طاحوش كنخليوه. صافي نخليه هنا يتسقطرو بجوج ونمسح هاد الدنيا وبعد نرجع معاكم.
هنا البنات قبل ما نخليها تسقطر غادي نرش عليه رشاشه ديال الحامض. هاد البنات ما غاديش نقليه، غنقليه غير الكالامر، هذا ما غاديش نقليه، كندير ليه واحد الطريقه كيجي بنين 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 بنين. هانتوما هاد الطريقات غير جربوهم وردوا عليا، شفتوا كيتسقطر من داك الماء باش كيجينا زوين. صافي غادي نخليه هنا جانبا، غادي نجي باش نقرد الكالامار باش ينشف معنا مزيان مزيان. ناخذ شي موس اللي يكون ماضي. الطريقه ديال التقراد ديالو طبعا كلشي كيعرفها، كنقطعو هكا باش كيجينا دوائر. السمك كيكون مغليض مرقيق، فهاد الصغيرة البنات الكالامار الصغير كيجي بنين على الكبير، كيجي أحسن. سقات لي هادي ديال البلاكار بالمناسبة، هادي تاعت البلاكار خديتهم نيت حتى هما من أمازون، لحقاش كنسق في الحديد شفتوها، كنت حاطه هنايا باش كنحل البلاكارات ديالي ديال الكوزينه، لانني سداهم على بنتي ضروري خاصني هذه باش نحلهم، انا كلشي كتحلو وضروري دايره ليها هذوك اللعيبات باش كندير انا هذيك اللعيبه عاد كنحلو. صافي البنات هنا غادي نبقى بنفس الطريقه، ما بغيتش نطول عليكم بزاف باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. هانتوما كنقطعوا الكالامار على هذا الشكل هذا، ونرجع معكم بعد ما نسالي ان شاء الله. بالنسبه للبنات هذه عقبت حيدتها، اللي بغات تحيدها تحيدها، اللي ما بغاتش تحيدها تخليها، انا حيدتها تنقليها بوحدها. صافي غنكمل بنفس الطريقه كيف ما شفتوا، قلت لكم هذا هو السمك ديالو. صافي انتم هنايا ساليتو بالتنقية وبالتقطاع عفوا، غادي نخليه يتسقطر مزيان مزيان، عاد نشوفو الطريقة ديال الطياب ان شاء الله. البنات دابا غادي نرجعو للطريقة باش غادي نطيبو الكالامار والكرافيه. غادي ناخد واحد الكاغط اللي يكون غليظ شوية وغادي نحاول باش غادي نشفو. طريقة باش ينجح معاكم ويجيكم زوين هو ينشف مزيان. هنا كنعزل داك الصغاور هو الاولاني باش ما يتخلطش ليا مع الكبير، لان كله الطياب ديالو ماشي بحال الصغير بحال الكبير. صافي هنايا درت شويه ينشف، غادي ناخد واحد الطاسه اللي كتكون ناشفه وغادي ندير فيها الدقيق، الدقيق الابيض. انا الدقيق درت اللي شاط ليا النيت من المره اللي فاتت ديال الحوت، كنديرو تما في الالومنيوم. غادي نزيد شويه تاع الدقيق، واحد الكميه لا باس بها كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير عليها الكالامار اللي نشفنا. نسيت الملحه، تلفسوني في الملحه، بلاتي بلاتي معايا، بقاو معايا، عطيني شويه الملحه. هنا غادي ندير واحد القريصه ديال الملحه غير شويه، كيف ما عرفتوا الحوت كيكون مالح. صافي حتى نديرو في الاخر اللي في تما في الشبكه. صافي وكنديرو مباشره في الدقيق.
صافي. هنايا فاش درتو في الدقيق كندير هكا باش كيتحل مع بعضياتو ما كيلصقش لينا. وانا على هاد الاثناء راني دايره الزيت كتسخن، خاص الزيت تكون سخونه مزيان مزيان صافي. وهنايا كنحلو هكا في الدقيق صافي، ما كيبقاش لاصق لينا الزيت راني درتها كتسخن صافي. هذه هي الطريقه ديالو. الاخر حتى هو غادي نخدمو بحال هكا وغادي نرجع معكم بعد ما تسخن الزيت. انا البنات كيف ما شفتوا الزيت سخنات مزيان مزيان، دابا غادي نديرو الكالامار ديالنا. هنايا جا الشيف هشام يعاوننا، هو اللي كيعجبو هادشي صافي. ومباشرة غادي نلفو في الزيت. هادي البنات كنغطي بيها المقلة باش ميطرش ليا الزيت. راه كيطيب هاديك الساعة. هانتوما البنات راني ما زربت لا فيديو لا والو، هذيك الساعه كيطيب يعني ما تخليوش بزاف، الا خليتو ما كيصدقش معاكم. انا البنات كيف ما شفتو غير كنشوفو كيتنفخ، كيبان لينا تحمر واحد شويه كنحيدو، راه بغيا كيطيب. هنا البنات نفس الزيت فاش قليت الكالامار، غادي ناخذ منها شويه هكا ما كنكثرش، وكنديرها في واحد المقله اخرى، مقله اللي تكون كبيره تكون عريضه باش كيتحمر لينا هذاك الكروفيت مزيان. نخليوها تسخن. غادي نديرو ليه الملحه ما تكتروهاش لان راكم عارفين الحوت كيكون مالح. هنا كيف ما شفتو الزيت ديالنا سخن مزيان، غادي نخليوه يتحمر واحد شويه. هنايا هو كيطيب كنزيدو ليه شويه ديال الحامض، نخليوه يتشحر مزيان. هانتوما بدا كيتشحر معانا. هانتوما دابا بدا كيدخلو الطيان، غادي نزيدو شويه في الربيع مع النص مقطع. كنكونو سالينا قدمنا على هذا الشكل، هذا صراحه جاب بنين بزاف. انا من قبيله وانا كنذوق منه ما تقنعوش منه، جا زوين بحال ديال المطاعم.
كنتمنى انكم تجربوا هالطريقه لان كيجي به زوين. كنتمنى الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. خليتكم الفيديو القادم ان شاء الله.